23 بعد الرسالة عنا عم نسوي النظام بالبراميل المتفجرة والنظام النصيري في إيران هو السبب في موت أطفالنا وأبنائنا. أكبر شاهد على ذلك فرجوا على أهمية الطفوق وبرميل ما استشهد غير جيش حل ما حدا استشهد مخاطرين ما حدا صلوا شيء كل الأطفال أبرياء. نحن بنعول على الدول العربية اللي عمال بتقلل علينا السلاح روسيا وإيران اللي عم يمدوا نظام الفجر بالأسلحة والسخاير لحتى يقتلوا أطفالنا. يا سلام يا كفرة. تكبير الله اكبر. الله اكبر. كما نشاهد اهالي مدينه عنزان يقومون باخراج الضحايا من تحت الانفاق جراء القصف الجوي على المدينه 13/4/2013.